تصدر بعض الأصوات، أو سمعت أن صدرت بعض التصريحات عن أن لا فائدة من الحوار. هذا أمر عبثي، هذا أمر عبثي. قالوا أن لا فائدة من الحوار مع حزب الله، هذا أمر عبثي. علينا أن نحاور كل الفرقاء للوصول إلى انتخاب رئيس. انتخاب رئيس يملك المواصفات الحوار، ويملك المواصفات التحديات الاقتصادية الاجتماعية. أما أن نراهن على الفراغ، فنرى اليوم كيف البلاد تغرق في كل يوم. غرقت منطقة جوني بالسيول وليس هناك دولة. فالاستمرار في المراهنة على الفراغ وعلى الشلل في كل المجالات، منها مثلا إضراب القضاة، هذا أمر عبثي. هذه ملاحظتي اليوم في الداخل.